مشاهدينا الكرام، قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن بلاده في حالة طوارئ صحية بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفا لن أتهاون مطلقا في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن من هذا الوباء والعلاج اللازم لأي مصاب به، وإني واثق أن مجلس الوزراء هو قلب واحد ويد واحدة إلى جانب كافة السلطات المعنية من أجل تحقيق هذه الغاية، وهذا الأمر من صلب مسؤولياتنا الوطنية. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وبسرعة نموذجية من أجل مواجهة مخاطر هذا الوباء والحد من انتشاره في وطننا وبين مواطنينا، وقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد. محط تقدير من قبل مرجعيات دولية، لا سيما وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول شقيقة وصديقة، عدد سكانها أكبر كما نسبة الإصابات فيها. وتنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة عاتكة بري، رئيس مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة اللبنانية. دكتورة عاتكة أحييك، وابتداء ما آخر الأخبار فيما يخص انتشار كورونا في لبنان؟ مساء النور ويعطيكم ألف عافية. أنا بدي أقول أنه أول شيء بشكركم على الاستضافة، وبدي أقول أنه نحن بعدنا حتى الآن الوضع يعني فينا نقول أنه أفضل من كثير من البلدان الأخرى، بما فيها بلدان تفوق قدراتنا بأضعاف مضاعفة، وهذا باعتراف منظمة الصحة العالمية. طالما نحن عم نسجل الحالات تباعا بطريقة يعني سموثلي، يعني على الخفيف شوي شوي، فينا نقول أنه هذا الوضع رح يضل إلى حد ما مقبول بالنسبة لنا. أما إذا لا سمح الله صار في تسجيل الحالات بطريقة تصاعدية سريعة جدا مثل ما عم نشهد ببعض البلدان الأوروبية، فهو ساعتها بصير في مشكلة على صعيد النظام الصحي ككل. أما اللي عم نشهده هلأ نحن هو ارتفاع بسيط يعني تدريجي بسيط، وبالتالي لا يؤثر تأثير فاضح على الجهاز الصحي في لبنان، وبالتالي إن شاء الله نحن لهلأ بعدنا فينا نقول أنه إلى حد ما نحن بخير. إن شاء الله يكمل الوضع هيك، يعني بصير بضل الواحد قادر يسيطر إلى حد ما. طيب، هل هناك إجراءات معينة يعني تقومون بإبلاغها للمواطنين أو إعلانها على المواطنين للتوقي من الفيروس كورونا دكتورة؟ أكيد، أهم شيء أنه الناس تخفف من الاختلاط. يعني نحن في كثير إجراءات اتخذت، من بينها إقفال المدارس والجامعات ودور السينما والمولات، كلها هيدي اتخذت الإجراءات، وأكيد يبقى المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد نفسه واللي لازم كل واحد منا يتحملها، أنه يبقى ببيته يتجنب الاختلاط. لما نقول سكرنا الجامعة أو المدرسة ما نعمل جماعات في بيوتنا، هيدي مسألة جدا مهمة ويجب اتباعها لحتى نحمي أنفسنا والآخرين. هل تعتقدين أن إذا الأمور استمرت على هذا المنوال بالنسبة لانتشار الفيروس يجب أن يكون هناك إجراءات أخرى أكثر صرامة تتخذ من قبل السلطات اللبنانية؟ هي فعلا بلشت هذه الإجراءات. يعني نحن صرنا هلأ عم نشهد أنه لما يكون في تجمعات في بعض الشوارع كما حصل اليوم في بيروت على منطقة المنارة والروسي، صار في دوريات عم تتنفذ من قبل شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي ل يعني التشدد على الناس إنه يروحوا على بيوتهم وما يضلوا منتشرين بكثافة بالمناطق اللي هي ممكن تكون بالأساس كانت ملجأ للناس لحتى يظهروا ويعني يتسلوا برا. فهلأ مش وقت هيدي الأمور، لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته. أشكرك. ويكون متواجد في بيته. الدكتورة عاتكة بري، رئيس مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة اللبنانية، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا. ومن بيروت إلى العراق،
حيث أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التابعة لها في بغداد ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس القادم باستثناء المؤسسات الصحية. وطلبت لجنة الصحة في البرلمان بإعلان حالة الطوارئ وتعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية لمنع تفشي فيروس كورونا. وقد أعلن عدد من المحافظات فرض حظر التجوال في إجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس. ففي محافظة بابل فرض حظر التجوال في قضاء المسيب من اليوم حتى إشعار آخر، في حين أعلنت محافظة ذي قار حظر التجوال لمدة 3 أيام، بينما فرضت محافظة كربلاء حظرا مماثلا لثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد. وينضم إلينا عبر الهاتف من كركوك بالعراق الدكتور كريم ولي، مدير عام صحة كركوك. أحييك دكتور كريم، لكن ابقى معي دكتور، هناك خبر عاجل. وزارة الصحة العراقية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من العراق، وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات في العراق وصل إلى 124 إصابة، ومع شفاء ما يقرب من 26 حالة حتى هذه اللحظة. إذن 124 إجمالي الإصابات حتى هذه اللحظة في العراق. دكتور كريم، ماذا عن كركوك وانتشار فيروس كورونا؟ هل لك أن تحدثنا ابتداء عن الأعداد، سواء أعداد المصابين أو من تماثلوا للشفاء أو لا قدر الله لو كانت هناك حالات وفاة؟ نعم، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. في كركوك كان عندنا سجلنا 7 إصابات منذ قبل أسبوعين، تماثل 6 منهم للشفاء، ولا يزال أحد المصابين راقد في مركز العزل في مدينة كركوك. الحمد لله احنا منذ 10 ايام لم نسجل اي حالة ولا يوجد اي وفاة في مدينة كركوك. هذه اخبار مبشرة يا دكتور، يعني اذا ما هي الاجراءات التي قمتم باتباعها لمحاصرة او احتواء هذا الفيروس؟ نعم، احنا اتبعنا سلسلة من الاجراءات الاحترازية في مدينة كركوك عن طريق خلية الأزمة. بالنسبة للخطوة الأولى، غلقنا المدارس والجامعات، وأيضا المقاهي والكافتريات والمطاعم والمسابح والقاعات الرياضية من أجل السيطرة على المرض، وكذلك منع الزيارات والتجمهر للمواطنين في مدينة كركوك. وكان آخر الإجراءات اللي تبع اليوم قررنا كخلية الأزمة فرض منع التجوال جزئي في مدينة كركوك من 6 مساء حتى 6 صباحا، وكذلك غلق منافذ كركوك، منع الدخول والخروج إلا للحالات الطارئة في هذا المنافذ اعتبارا من 6 مساء يوم غد. طيب دكتور، هل تعتقدون أنكم بالفعل استطعتم أن يعني على الأقل تواجهوا هذا الفيروس، أم هناك تحسبات لأن ينتشر بشكل أو بآخر مرة أخرى أو تزيد حالات الانتشار يعني؟ نعم، احنا في مدينة كركوك أول دائرة كشفنا هذا المرض على المواطنين العراقيين. منذ اليوم الأول كان عندنا تحري وبائي ورصد جيد الحمد لله، قدرنا استطعنا عزل الملامسين والوافدين من خارج العراق في الحجر الصحي في مستشفى كيوان. منذ ذلك اليوم الحمد لله ماكو أي إصابات. نعم، أكو إصابات مشتبهة لكنها كلها طلعت سالبة نتائج الفحوصات. فقط 7 إصابات، معناه سجلنا فقط 7 إصابات منذ 10 أيام، معناه الحمد لله الوضع يبشر بخير في مدينة كركوك. طيب فيما يخص المسألة دكتور كريم المتعلقة بإجراءات أكثر قوة وصرامة، نرى أن بعض الدول أو حتى بعض المحافظات تتخذ إجراءات أكثر صرامة، هل تنوون أن تذهبوا إلى مثل يعني حالة الطوارئ على مستوى كركوك على سبيل المثال؟ هل تنوون أو تفكرون في هذا أم لا؟ إحنا بالنسبة إجراءاتنا كان منذ اليوم الأول إجراءات صراحة صارمة وقوية.
مجرد كشف المرض على 4 مصابين غلقنا المدارس والجامعات، كان خطوة مهمة جدا منذ اليوم الأول. يعني أنا بالنسبة لي إذا احنا نقارن نفسنا ويا مثلا المدن الإيطالية روما أو مدن شمال إيطاليا، حسب معلومات اللي عندي أنه غلق المدارس في إيطاليا بعد ظهور 3000 إصابة، يعني إصابة كلش يعني كثيرة. فإحنا حاليا على الأرض مرتاحين. بالنسبة لمدينة كركوك قسمنا إلى 5 مقاطعات، فرقنا الصحية منتشرة على كل المدينة، رقابة صحية صارمة، ولكن إحنا نترقب أنه لا سمح الله إذا ظهر عندنا حالات إضافية ممكن نأخذ إجراءات أكثر صرامة. مثلا حظر التجول على مدار 24 ساعة ممكن جائز، لكن لحد الآن إحنا مو بحاجة إلى هذا الإجراء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم ولي مدير عام صحة كركوك، كنت معي عبر الهاتف من كركوك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ألغى الشاب يوسف أبو زنيد من مخيم شعفاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة حفل زفافه بسبب انتشار فيروس كورونا، وأرسل مستلزمات وليمة حفل زفافه إلى لجنة زكاة بيت لحم تحديدا للتبرع بها للفقراء والمحتاجين. فلنشاهد. يعني بداية نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني. طبعا الفكرة كانت وليدة اللحظة، خاصة يعني لما كنا عم نحضر لعرس وزفاف ابني، كان هناك أيضا شعور اتجاه أبناء شعبنا في مدينة بيت لحم من خلال تفشي مرض الكورونا. طبعا احنا هناك كان في هناك قرار بإغلاق القاعات، فاحنا التزمنا بقرار في القدس. نعم في القدس. طبعا اخذنا القرار انه حفاظا على ابناء شعبنا بالغاء مراسم الاحتفال والتجمعات بناء على قرار المحافظ، قرار رئيس سياده الرئيس. فقررنا انا وابنائي انه نتبرع بجميع لوازم العرس الى اخواننا في مدينه بيت لحم الذين يعانون من بلاء مرض الكورونا. مشاهدينا الكرام، هذه هي التغطية الحية والمباشرة لانتشار فيروس كورونا مستمرة عبر المسائية، ولكن بعد الفاصل.